فاهم انا 32 سنة ايام ما انا كنت 18 سنة كان اللي زيكم اتمنى ابوس رجليهم والله العظيم ثلاثة صح فعلا انا فخور ان انتم بس موجودين بجد والله العظيم اول ثاني مش علي عشان
في جمباز اكاديمي تمام. بالنسبه للجوائز كان نفسنا برضه نطلع حاجه اكبر من كده، بس للاسف مفيش حد بيساعدنا، مفيش اي سبونسر، فاحنا من الاخر كده اللي بنلمه هو ده تمام. جمعنا فلوس ايجار المكان والباقي هو اقل حاجه ممكن نقدمها للناس اللي كسبانه. وقت الاغاني مكانك لازم تجيب الناس كلها وتعمل حاجه زي كده، فتفهم الدنيا بتتعمل ازاي. هنقول لك كل واحد ليه ناس وليه معارفه، هنعمل جائزه ناس جت تبقى استاذنكم كل واحد مش عارف يدفع كذا. شرفني على كابتن سامر على عينه مدرب في مكان زي ده، كان نفسه يجيبكم في مكان عندكم كده. اللي حتى بيقول المره اللي فاتت في اليكس كان شاف الدنيا كانت هناك عامله ازاي، كنت شايف عاملين كنت حاجات اعلى واعلى كمان من كده. اكتر واحد تعب واكتر واحد لف وعمل مثال لف القاهره كلها عشان يعني لولا ما كانش هيبقى بيت ريكنج في مصر اساسا.